صباح الخير على حضراتكم متابعينا الكرام، متابعي موقع تحيا مصر في كل مكان. برحب بحضراتكم موجودين معاكم في بث مباشر جديد من داخل محافظة الدقهلية. يعني هنا بتشهد محكمة جنايات المنصورة أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل يعني الشاب أحمد العوضي، يعني عمدا مع سبق الإصرار والترصد بفرد خرطوش، ويعني المتهم هرب حوالي 3 شهور 4 شهور وراح بنفسه سلم نفسه لمركز شرطة ديكرنس، والنهاردة نزلت جلسة ومعانا أسرة يعني المجني عليه رحمة الله عليه عريس الجنة. أحمد هيفهموا لنا بقى القصة إيه وإيه اللي حصل فيه الجريمة من البداية. هي شقيقه اخوك كبير هم فوق وقعتين في الواقعه الاولانيه اللي هي واقعه الضرب. تمام. باختصار يعني هي واقعه الضرب كانت مشكله عاديه، مشكله بسيطه. وبعدين لما عرفت ان في مشكله رحت لاصحاب الناس اللي هم معاهم اللي احنا معاهم المشكله، وقعدت معاهم وقلت ان انا اروح اجيب اخويا ونقعد نتصالح مع بعض. 4 دقايق بالظبط لقيته مضروب بسكينه. يعني هم امنوا عليه وجابوا عربيه ولموا ناس وضربوه بالسكينه في رجليه في ركبته، عملوا له اعاقه، عملوا جرح عميق ب 15 سنتي وكسر في الركبه وقطع في حافظه الركبه، كسر في حافظه الركبه نفسها وقطع في الرباط الداخلي للركبه. انتوا بقى اخذتوا اجراء قانوني ضدهم؟ احنا من الاول خدنا القضاء، خدنا مشينا بالقانون وبعدنا عن المشاكل عشان نبعد عن المشاكل، لان احنا هنرد عليهم ده هيضرب ده هيضرب ده. انا اروح حابب ان الموضوع يبقى فيه لا 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 وان الموضوع يتطور ما بينك. هو الموضوع بدا يخرج عن السياق وبدا يتطور وبدات القضيه تاخد شكل تاني بعد ما لجانا للطب الشرعي. لان القضيه هتخرج من الجنحه هتبقى جنايات، لان هي بما لا مجال الشك 100% فيها عجز 50% على الاقل. لان جرح عميق، يعني 3 عمليات في بعض. حتى مظبوط في الترين ده المستشفى ان في حته من الركبه اللي هي الحافظه اللي هي بيقولوا عليها الصابونه دي مقشوطه. تمام. فهو لما احنا لجانا للطب الشرعي طبعا ارجى، قال لك اصبر شويه عشان اقدر اشخص لك مظبوط. في الفتره دي كان بيحصل محاولات للصلح ولكن كانت محاولات فاشله، لان الناس من الاول هم كان بيحاول يجبركم ان انتوا تتصالحوا عن حقكم. هقول لك هم حاولوا في الاول ان هم يعني بشكل زي يعني بشكل استفزازي بقى. مش هتصطالح هستفز. هقول لك بمنتهى البساطه خالص بصراحه، هم لما خبطوه ولما عوروه ما فيش حد منهم اصلا اجى قال مثلا طب احنا غلطانين، طب احنا نشوف انتوا عايزين ايه ونحل. ما فيش. لذلك احنا خدنا سبيل القضاء. تمام. بعد كده ما بين تقرير الطب الشرعي الاولاني اللي هو افاد في تقرير المبدأ طلع قال ان هو عنده نسبه عكس حوالي 40%. تمام. بس ده مبدئي. فارجعه كمان شهرين. هو توفى بين التقرير الاولاني والتقرير الثاني. ما استنوش على نفسهم ان يتحكم عليهم. لا، هو بقى بين الاثنين دول حصل بقى اللي هي جريمه القتل. جريمه القتل ده حصلت ازاي بقى؟ هي ازاي حصلت جريمه القتل؟ لما الولد عرفهم واهله عرفوا ان هو الموضوع هيخش دخل جنايات، فبدا ان هم يضغطوا علينا. بيحلوا مش عارف ايه، حل، لا مفيش حل. بدا شغل بلطجه، شغل بقى ارهاب. تمام. بدا شغل ارهاب. هو الواد جلاد نفسه جالي المحل قبل ما يقتل اخوه. قبل ما يقتله حوالي شهر تقريبا. جالي المحل في توك توك وقفني وقال لي لو ما بعتش عني انت واخوك وسبت القضيه ديت ابعد عني، ما حدش يجي لي على سك. عشان خاطر ايه؟ القضيه. لان احنا تهديد ليك. هو كلمني الاول وقال لي ما حدش يجي لي على سكه. قلت له هنجي لك على سكه ازاي؟ انت في حالك واحنا في حالنا. قال لي انتوا مش عايزين تتنازلوا وعايزين مشاكل. قلت له لا مش هنتنازل. طبعا معروف في الوضع اللي زي ده انا بحرر محضر. لكن للامانه تحريره للمحضر في الوقت ده كان هيصير مشكله، لان انا اخويا الصغير انا اتنازلت عن حقي وساكت. انت تيجي تهدد اخويا الكبير، فانا عشان اعرف اخويا ان هو يجي هددني الموضوع يخرج عن السيطره يبقى فيه مشاكل اكبر. فانا في ناس اللي هم الوسطاء كلمتهم في التليفون اللي هو السيد ابو صالح بدون ذكر اسماء. ناس كبيره في البلد. ناس كلمتهم وقالوا لي تعالى احنا هنعمل لك اللازم وحقك هتاخده. لو ما جبناش لك حقك خلاص التجأ اروح اعمل محضر. تمام. وفعلا توجهت المكان. رحت لخاله وقابلت خاله اللي هو اصلا
صاحب المشكله، سبب المشكله من الاول المشكلة. والناس معايا كلهم قلت لهم الوقت انت ابن اختك جهددني عند المحل وقال لي هات لك انت واخوك. طلباتك ايه؟ قلت له طلباتي عشان انا ما اروحش اعمل محضر عشان خاطر الناس الكبيره اللي تدخلك دي، هتروح تجيب ابن اختك دي تجيبه حالا دلوقتي قدامي وترقعه اربع اقلام قدام الناس دي كلها. كنوع من انواع التربيه ان هو يرجع عن اللي في دماغه من الشر يعني. طبعا وعملت كده والواد اج وبرضه بقى حصل مشادات برضه في الاخر يعني عشان ما صغرش خاله، هو دفعه في الاول دفعتين كده وفي الاخر خاله شده وضربه الاربع اقلام. في الاول هو كان رافض والناس قالت لي لو ما سمعش الكلام احنا هنيجي نشهد معاك ايه في المحضر. تمام. من الواقعه دي بقى من هنا بقى من الحته دي بدات القضيه بقى تاخد شكل اكبر، تتلف تزيد بقى. انت ضربتني وخلت اربع اقلام ولا ما حدش ضربني؟ يا شخصيه الواد نفسه مدلله، شخصيه الواد نفسه بص مش محتاج اصلا يعمل مشاكل، هو عنده كل شيء متوفر له. متوفر له كل شيء ومش حاسس باي حاجه. تمام. والعلم ما هيش دي الاول وقع عليه، يعني هو ليه وقعات كتير برضه الناس برضه اتراضت واتصالحت وكانوا بيداروا عليه وبيدفعوا فلوس ويتم التصالح. ده على حد اقوالكم يمكن احنا كنا متابعين معاكم القضيه من البدايه. هقول لك حاجه كمان، انا اقول لك حاجه، هو خاله الاولاني عنده حوالي 15 سبقه. تمام. وخاله الثاني عنده حوالي 9 سبقات، هيطلع ايه؟ النتيجه هتبقى ايه؟ هو ابوه. طيب انا عايزاك بس عايزاك تقول لي ايه اللي حصل يوم ما ضربه بفرد خرطوش. ما انا هجالك في الكلام، انا عايز الحته دي قول لنا ايه لما حصل كل الخلافات دي اللي انا بكلمك فيها. قبل عمليه القتل في بقى في وقعتين. الولا لما بدا يتردد على القهوه اللي هي تبعد عن البيت بحوالي 20 متر. القهوه اهي والبيت اهو حوالي 20 متر او اقل من 20 متر. فلما عرفت نبض على القهوه رحت لصاحب القهوه. وقلت لهم قلت له ده ما يجيش هنا لا هو ولا خاله، منع لاي احتكاك عشان طبعا ما يشدش مع اخوك او يستفز اخوك. ده اول حاجه. حصل مشكله بينهم فلما رحت انا قلت له انا بعت لك رساله، قال لي الرساله ما وصلتش وخلاص على كده. رجع بقى تاني الولد اجى بقى برضه. ساعتها بقى هو اتصلنا على ابوه، صاحب القهوه جاب ابوه وجبنا ابوه، ومن هنا بقى قلت له ابنك ما يجيش هنا، ابنك ما يجيش هنا عشان ما يحصلش اي جريمه قتل او اي مشادات، انت في حالك واحنا في حالنا، ابنك ما يجيش هنا. القهوه مالها دي؟ انت كنت فعلا شاكك او خايف من سلوك الولد انه ممكن يعمل في حاجه في اخوك الصغير؟ انا بصي كنت بتحاول ان انت تتجنب المشاكل من بتجنب المشاكل كلها خالص عشان ما نخش في القضاء يبقى احنا موقفنا سليم. تمام. يبقى انا ما اجيش انا اعمل مشكله وارد عليه رد بايخ. تمام. وفي نفس الوقت انت ما تجيش لعند القهوه عندي بيتي في مدخل بيتي ومعجزني وتحط لي رجلي على رجلي وتقول لي في وشي، ما فيش اقل من 20 متر البيت. استفزاز. فاجى ابوه قلت له انت جيت اهو والناس اهل الحاره كلهم او اهل المنطقه كلهم نبهوا على ميت الحلوج تبع المركز بكرني، اهل الحاره كلهم والناس طالعه من صلاه العصر، نبهوا على ابوه ونبهوا على صاحب القهوه ونبهوا عليهم تنبيه شديد، ابنك ما عادش يجينا ووالده تعهد ان هو ما يجيش. خلاص. والده تعهد ان هو ما يجيش. وعلى كده بعدها بقى يوم الواقعه حصل ايه بقى؟ انت ممنوع انك تيجي هنا باي شكل من الاشكال ومتنبع عليك من كلنا، بتنبع عليك تيجي ليه؟ فطبعا شيء طبيعي ان انت ضربني ومعجزني. احمد لما عرف رايح القهوه، يعني احمد لما كان في البيت ورايح القهوه لقى قاعد فقال له ايه انت جاي هنا ليه؟ جاي منطقته، انت ممنوع انك تيجي هنا. ده ماشي. على حد اتفاق الرجاله، اتفاق والده واتفاق صاحب القهوه واتفاق الناس كلها اللي كانت موجوده في الشارع بعد صلاه العصر. ماشي. وهو والده فعلا نبى عليه مرارا وتكرارا عشان دي شهاده حق لازم تتقال. والده نبى عليه مرارا وتكرارا ان هو ما يجيش، وصاحب القهوه نبى عليه مرارا وتكرارا ان هو ما يجيش هنا. فطبعا انت يا ابني اللي جايبك هنا؟ ماشي. وما بقى حصل مشاده من احمد وحسام. ماشي. كده مشى، سابه ومشى. فالناس اقعد اهدى وخلاص يا احمد، قالوا له احمد لما قالوا له اقعد يا احمد اهدى قعد. خلاص. ونزل له بقى تحت الواد مشى. لما مشى العربيه كده عربيته بعيد عنه، بعيد عن المقهى بشويه كده، عربيته بعيد عن المقهى بشويه كده. فالولا لما احمد بقى شتمه، ما هو حصل شتيمه بقى بينهم من بعض، شتيمه قال انت جاي هنا ليه؟ انت عيل مالكش لازمه. يعني اللي بيحصل في الحاجات اللي زي دي. فهو مشى. فالناس اللي في الاول قال لك خلاص هو مشى، خد عربيته ومشى.
قالوا هم خد عربيته ومشى، تفاجئهم انه رجع بفرد خرطوش. جاي وناوي على الغد. تفاجئهم انه رجع بفرد خرطوش. طبعا كان في حسن ده اللي سمع انذار العربيه، لما سمع انذار العربيه قال لك هو خلاص هياخدها وهيمشي. لقيه راجع بفرد خرطوش فحاول يمسكه، مسكه من داره، حاول يمسكه من داره. كان ساعتها بقى احمد واقف ما جراش وراه، احمد لسه واقف في مكانه قدام القهوه. مشكله اصلا الراجل مش هيعرف يجري بسبب رجله يعني. هو اساسا وهو ما الناس بتتكلم حد زقه وقع، ما عرفش يسند نفسه بسبب رجليه. العجز اللي عنده. هو حتى حسن قال كده، حتى حسن نفسه قال كده. فالواد لما رجع رجع بفرد خرطوش. فرد خرطوش هو حاول يشد الامان اكتر من مره يعمر، هو يشد والتاني يضرب يعني يمنعه. بيحاول يقاوح يمنعه. وهو كان عنده الفرصه ان هو ياخد عربيته ويمشي وقف على ممنوع شر القتال. لكن اصر بقى على لكن الاصرار مش هنا. الاصرار اللي اظهرته التحديات المباحث صار مفاجات، ان يوم الواقع 11/3 يوم السبت الساعه 4:25 دقيقه بالظبط، القاتل قعد في المعرض بتاعه، طلع البندقيه، طلع البندقيه قبلها بنص ساعه. طلع البندقيه، طلع علبه ذخيره، عمرها 5 طلقات وتوجه ناحيه، يعني انت يعني اصلا جاي وناوي مبيت النيه وعقد العزم، مفيش فيها كلام. انت لو انت مش عايز تقتله كان قدامك حلين. الراجل لما منعك شد الامان بتاع البندقيه اكتر من مره منعك، كنت ممكن ترجع، كان ممكن يرجع عن الشر اللي في دماغه، كنت ممكن تاخد عربيتك وبدل ما ترجع تاني بيها تمشي. لكن هو كان عنده نيه وعقد العزم على كده انه يزق روحه، بدليل اللي قاله الطب الشرعي، المسافه الفاصله بين الجاني وبين الجاي والمكني عليه هي 3 أضعاف طول الماسوره. يعني لو الماسوره طولها 50 سنتي هتبقى حوالي مثلا بكتير مترين، مترين ونص. فطبعا الطلقه هو قال الولد نفسه قال في اقواله، قال انا زقيت حسن، زقيته عشان اعرف اضرب، زقيته عشان اعرف اضرب، يعني حاول يمنعه كتير. قال لك انا زقيته، هو اقواله هو قال لك انا زقيته عشان اعرف اضرب. وبعد ما زقه طبعا قدر يعمر ويضرب الظرف، والاثنين كانوا واقفين زي على ارض زي ما انا وانت كده، ارض مستويه. برضه كان في نوع من انواع الرحمه لو هو برضه ما كانش عايز اموته. طيب النهارده اولى الجلسات صح؟ اولى الجلسات. يعني القضيه لسه شغاله ولا لسه منتظرين النطق بالحكم فيها؟ هي لا لا لا، هي القضيه دي جلسه طلبات الدفاع لطلبات. هي يعني لسه هنعرف كمان شويه لما يخلصوا. بس اتاجلت ليوم ايه ولا لسه ما تعرفش؟ لا لسه ما نعرفش، ولكن انا اللي انا عايز اقوله بس في القضيه دي، ان عقد العزم على قتله مش من يوم الواقعة. من الواقعة الأولى. مش من يوم الواقعة، من قبل كده بكتير، من قبل كده بكتير. ببساطة خالص شديدة خالص عشان أبسط للناس، هو زي ما تقول كده إيه يعني مجرم عنده كبرياء، هما التلاتة أخاله كده ودي كده. فهو طبعًا لما عمل العملة بتاعته دي، الأدلة اللي أنا بكلمك فيها ديت، الأدلة اللي أنا بكلمك فيها ديت ما كانتش ظهرت في التحقيقات. لما تحريات المباحث طلعت قالت ان هو كان بيتردد على الاماكن التي يتواجد فيها المجني عليه لافتعال المشاكل للنيل منه. يعني تحريات المباحث اكيد الكلام نحن، ان انت اتمنعت مره واثنين وثلاثه، وان انت بتتردد عليا في قهوه زي دي عشان يحصل معاك مشكله تضربني واضربك ويبقى قضيه قبل قضيه. طب خليني اخد والدته بقى الام يعني مفيش اي كلام يعوضك عن فقدان احمد ولا يعني اللي كان نفسك تفرحي بيه وبجوازك؟ ولا كنوز الدنيا رحمه الله عليه، ولا كنوز الدنيا في ضفر ابني، ربنا يرحمه يا رب. انا اللي كان نفسي افرح بيه، كان نفسي يعني هو اخر اخواته، كان نفسي افرح بيه واتجوزه ويخلف واشيل عيال. بس انا بناشد المسؤولين الحكومه والقضاء المصري، انا واثقه فيه ان شاء الله، انا واثقه فيه ومتابعه القضاء المصري ومتابعه كل حاجه وعارفه كل حاجه وواثقه فيهم. وقبل القضاء المصري ربنا عداله السماء ان شاء الله حقه يجي ان شاء الله باذن الله. انا واثقه في ربنا وسبحانه وتعالى وفي عداله يا امي. النهارده انا في نقطه عايزه اتكلم معاكي فيها. يمكن احنا جينا قبل كده صورنا معاكي في البيت بناء على رغبتك وطلب منك لما كان في مناشدات ان يتم القبض على المتهم لانه كان هارب. بعد ما عرفتي خبر انه سلم نفسه للمركز حسيتي ان قلبك فيه راحه شويه؟ راحه. طب امال ايه؟
انا قلبي كان في راح اما ابني ادانا غالي كل ام حاسه بيا الوقت وكل ام فقدت ابنها وفقدت بنتها هي حاسه بيا مناشد الامهات يضموا صوتهم لصوتي ان شاء الله يا امي القضاء المصري والله الراجل هيجيب له حقه والله انا واثقه في القضاء المصري ان شاء الله انت حاسه لما الجلسه نزلت النهارده اولى الجلسات وبدا يتحاكم كده انت شفتيه مش حتى مش هرتاح لما يتشنى انت شفتيه في القفص شفته كان عامل ازاي شفته عندي غليان بعد عنك لو ما هعمل ايه لا هو كان عامل ازاي كان مرتبك مثلا كان مقلق والله يا اما بيديه مولود في بقه معلقه ذهب مسنود مسنود يا روحي يا قلبي يا اللي سامعيني مسنود من ابوه ومن اهله وغنيين ومبسوطين وبقى يعني يعمل الجرائم ويصلحه ورا منه ويداده ويعمله متعود على كده انا عايز حق ابني ان شاء الله انا بناشد القضاء المصري ان شاء الله يجيب لي حق ابني وانا واثقه فيكم ان شاء الله حقه يجي يوم انت ايه كلامك الاخير يعني شقيقه المعبر قبل ما نختم انا عايز اقول ان حتة ان هو سلم نفسه ديت كلام فاضي هو احنا والمركز كان عندنا علبة بمكانه اخر 10 ايام وفعلا حصل تضييق خناق عليه جامد شديد جدا عشان كده هو سلم نفسه طبعا وما كانش في قدامه خيار تاني والا كان هيتعامل لابوه محضر تحريض على الهرب ومامته فما كانش قدامه خيار تاني اجراءات المباحث وهم يعني اضرب انا اقصد اقول ان حته تسليم نفسه ديت لا برضه يعني خلاص هو جه اهو احنا كنا عمالين 4 شهور يعني زينه هو عشان الناس بتقول هو سلم نفسه حط يعني معتقدين ان هو سلم نفسه جه كده باتجاه اكيد رجال مباحث الاهليه سواء في المديريه او لا في مركز دكرنس مفيش ما كانوش بيكلموا من المنظر مركز دكرنس بقياده ال على القضيه بشكل انا بشكر بشكر المقدم اسلام صقر ومحمد بفوزي يعني لا محمد لا في حق بس محمد بفوزي في شريحه ثانيه ليلى هقول لك ليه دلوقتي واشكر محمد بمشالي واحمد بفاروق وبشكر محمد بعد الهادي مدير المباحث الداخليه الراجل مدير المباحث مدير المباحث كان بيتعب معانا وراجل كان صدره واسع وسمعنا اما المقدم محمد فوزي فهو اللي نصيب الاسد لانه في الاول هو اللي احرز الفيديوهات اللي كانت ممكن تتطمس في ساعتها ان الفيديوهات ديت ما ظهرتش اختفت تماما دي خاصه بالحقيقه بقى دي ديت المعلومات الدقيقه ورجاليه هي ديت اللي اضافت لسبق الاصرار اللي انت عندك معايا قبلها عامل ايه يعني. وانا بشكر اسلام صقر بالذات واسلام بيه صقر ومحمد بيه مشالي لانهم استحملونا واحتوونا كتير واحنا تعبناهم كلهم وكلنا يعني احنا كنا ضاغطين عليهم شويه ان شاء الله يعني. كنا ضاغطين عليهم شويه وانا كل املي في برئاسه المستشار السعودي شربيني رئيس الدائره الثانيه ان هو يعني ينظر للقضيه بالقانون ويسبقها روح العداله ان شاء الله يعني حقه ما يروحش يعني مش حقه يروح باذن الله القضاء المصري قضاء عادل مصر دوله قانون احنا عارفين كمان طمس لاي حاجه شوفي يا استاذه دينا احنا عارفين القضاء لا يقدح ولا يمدح مش هنعاقب على احكام القضاء احنا راضيين باحكام واخدين ثقه 100% ان احنا ان شاء الله هناخد حقنا وان شاء الله يا استاذه دينا يعني ربنا ينصرنا باذن الله ان شاء الله واحنا نتابع معاك لحد اخر جلسه والحق ما حد حق احمد خالد عبد الله العوضي يرجع ان شاء الله ويبرد نار والدته اللي كانت نفسها ومون عينها ان هي تفرح بيه يعني عريس توفى غدرا في واقعتين الواقعة الأولى أحدث لي إصابات وعجز تام بعدها في خلال الفترة اللي ما بين أنه هيتحاكم ويدخل محكمة جنايات شد جنون المتهم إن إزاي في حد هيقف قصادي في القضاء وإن حد هيحبسني فضل يستفز في المجن عليه لحد ما قتله عند بيته قتله عند بيته عمدا مع سبق الإصرار بفرد خرطوش النهاردة أولى الجلسات هنتابع معاكم قرار الجلسة وهنتابع مع الأسرة باقي الجلسات واللي هيتم فيها هتابع مع حضراتكم مزيد من التغطيات داخل محافظة الدقهلية أشكركم شكرا جزيلا للمتابعة.